كان خبر مهم جدا خلال الساعات الأخيرة، كان خبر مفرح، عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج مرة تانية بعد توقف دام ل15 عام، وإعلان الشركة عن قرب إطلاق أول أتوبيس كهرباء محلي الصنع بنسبة مكون محلي مرتفعة. حلو، بدأت شركة النصر لصناعة السيارات عملها سنة 1960، وبدأت كمشروع طموح بيهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات المحلية، وبفضل طبعا ما تمتلكه من مصنع ضخم على مساحة 480 ألف متر مربع، أصبحت الشركة إحدى أبرز الشركات الرائدة في تصنيع السيارات المحلية. كمان خلال المرحلة الأولى من عمل الشركة أصبحت أو احتلت مكانة مهمة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت من الشركات القلائل التي تنتج سيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات. لكن في 2009 تم تصفية الشركة بسبب وصول مديونيتها لمليار جنيه مصري. تم تقليص كمان قبلها العمالة من 10,000 ل300 عامل. وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء أول كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية.